ولنقاش ملف اليوم العالمي للاجئين والتحديات التي تواجه اللاجئين في العالم وخاصة العراقيين منهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي محمد عماد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. في اليوم العالمي للاجئين، كيف تبدو أوضاع اللاجئين في العالم في ظل انتشار مناطق الصراعات وتفشي وباء كورونا؟ نعم، في البداية تحية لكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم في اليوم الدولي للاجئين أو اليوم العالمي للاجئين، الذي يشهد تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة جدا، ويبدو أن اللاجئين يعانون الأمرين في هذه اللحظات أو في هذه الأيام، لا سيما بعد تنامي الصراعات الداخلية في بعض مناطق دول العالم، وأيضا تفشي فيروس كورونا أو كوفيد 19 الذي كان له التأثير الأكبر على حياة اللاجئين، خصوصا وأن العديد من الدول المستقبلة للاجئين لا يوجد بها أي مراكز أو خدمات صحية آمنة تستقبل الأعداد المهولة من أولئك اللاجئين، لا سيما أتحدث عن ما يقارب 80 مليون شخص هجروا من ديارهم، 1% من سكان العالم هم مخرجون قسريا من ديارهم. أمام هذا العدد المهول وأمام التحديات التي تمر بها المناطق العربية والعديد من مناطق العالم، سواء كانت حروب أو صراعات داخلية أو أوضاع اقتصادية وجديدا الأوضاع الصحية، كل هذه المؤشرات تعطي انطباع بأن القادم في حال لم يكون هناك أي تحرك من قبل المؤسسات الدولية ومن قبل الدول والحكومات الأوروبية سيكون الأسوأ في حال استمرار الأزمة على ما هي عليه وتعامد الدول كما هو سابق. نعم. كيف غير انتشار وباء كورونا من آليات تعامل العالم مع اللاجئين؟ نتحدث عن المستويات الإغاثية وإدماجهم أيضا. نعم، كان لفيروس كورونا التأثير الأكبر كما ذكرت قبل قليل على موضوع اللاجئين وبشكل سلبي جدا في مسارين. المسار الأول هو ضعف تقديم الخدمات أو ضعف المعونات المالية والاقتصادية التي كانت تقدمها الحكومات والدول كمساهمة للمفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هذا الأمر أضعف من تقديم الخدمات للاجئين في الدول التي تستقبل اللاجئين أو الدول التي هي عبارة عن محطات لمرور اللاجئين مثل ليبيا التي تسجل العدد الأكبر من وجود اللاجئين من الدول الإفريقية والدول العربية. هذا المسار الأول. أيضا المسار الآخر وهو داخل الدول الأوروبية أو الدول التي تستقبل اللاجئين، حيث أنها وزعت كافة جهودها تلك الدول الأوروبية ودول المستقبل اللاجئين في كيفية معالجة آثار كورونا بالنسبة لمواطني مواطنيها ورعاياها، لكن تركت اللاجئين على الحدود وفي المخيمات دون أي رعاية صحية، وهذا الأمر ما ذكرناه في تقريرنا الصادر عنا كمرصد دور متوسط لحقوق الإنسان، بمعنى أننا رصدنا انتهاكات متعددة داخل مخيمات اللاجئين، وأذكر هنا مثل فرنسا واليونان. دولة اليونان يعاني اللاجئين فيها صنوف متعددة من الانتهاكات حقيقة، سواء كان على المستوى الخدمات الصحية، لا يوجد أي خدمات صحية تقدم بتاتا داخل تلك المخيمات، لا يوجد أي أغطية أو خيام يتم إيواء اللاجئين فيها في هذه الظروف وفي هذه الأجواء الغير مناسبة حقيقة، لا سيما بعد أن قامت تركيا بفتح الحدود بينها وبين اليونان، وانتشرت موجة جديدة من اللاجئين من تركيا باتجاه اليونان. كل هذه المعطيات تعطي انطباع عن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها اللاجئين، لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا وتعامل الدول المستقبلة للاجئين والدول الأوروبية بشكل خاص مع أزمة اللاجئين وأزمة كورونا والتي كان لها التأثير الأكبر في مفاقمة الأوضاع الإنسانية لأولئك اللاجئين. نبقى في هذا السياق بالحديث عن أوضاعهم في ظل هذا الوباء، إلى أي مدى تظن أن هذا الوباء سيسرع من ملفات توطين اللاجئين؟ نتحدث عن الذين قدموا ملفاتهم ولم يتلقوا ردودا بعد، الذين يتواجدون حاليا في الدول الأوروبية. نعم، هناك يشاع أمرين في هذا الجانب. الأمر الأول وهو رأي متفائل أن بعض الدول الأوروبية ودول المستقبل اللاجئين ستقوم بالتسريع في توطين أولئك اللاجئين، لا سيما وأن العديد من اللاجئين شاركوا في مساعدة الدول الأوروبية والدول التي لجوا إليها خلال أزمة كورونا، منهم من كان من الأطباء وأيضا منهم من عمل في المصانع التي تنتج المواد والمعدات الطبية، وبالتالي هناك آراء ومطالبات بالمناسبة داخل البرلمانات الأوروبية في بعض الدول الأوروبية بأن يكون هناك توطين أو أولوية في نظر طلبات أولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات اللجوء، لا سيما بعد مشاركتهم
في تبعات فيروس كورونا. لكن الأمر الآخر أو المسار الآخر وهو المسار الأكثر توقعا وهو ما تعززه الأرقام للأسف المرصودة من قبلنا ومن قبل العديد من المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، أن الأرقام تظهر أن ما زالت هناك العديد أو الجزء الأكبر من الدول الأوروبية ماضية في رفضها لطلبات منح اللجوء للعديد من اللاجئين حول العالم. ومعززة هذه الأرقام، مثلا فرنسا نسبة رفض الطلبات إلى هذه اللحظة 75% من المتقدمين في ظل هذه الأزمة وفي ظل الظروف التي يعانيها أولئك اللاجئين الذين فروا من دول الصراع. لا زال العديد من الدول الأوروبية تسير على نفس السياق في برفض طلبات اللاجئين وتقييد قبول طلبات اللجوء بعدد معين ومحدد جدا. كل هذه الأمور في حال استمرار المسار الآخر وهو المسار المعتاد للدول الأوروبية بتقييد الوصول وأيضا منع حركات اللجوء وأيضا حركات اللاجئين عبر البحر عفوا وأيضا تقييد أولئك اللاجئين داخل المعسكرات في دول مثل ليبيا أو إيطاليا على السواحل وإبقائهم في تلك المناطق يمثل خطورة غير مسبوقة على حياة أولئك اللاجئين. أيضا نؤكد على أن دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية في مجال حقوق اللاجئين ما زالت تراوح مكانها في هذا الأمر. كل هذه المعطيات أدت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين من حيث زيادة الأعداد وأيضا من حيث زيادة الانتهاكات. شكرا جزيلا لكم الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.